السلام عليكم ورحمة الله. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره من آل بيته ورابع الخلفاء الراشدين أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى وممن توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنهم، وهو ثاني أو ثالث الناس دخولا في الإسلام وأول من أسلم من الصبيان. اشتهر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالفصاحة والحكمة، فينسب له الكثير من الأشعار والأقوال المأثورة، كما يعد رمزا للشجاعة والقوة، ويتصف بالعدل والزهد، ويعتبر من أكبر علماء عصره علما وفقها، إن لم يكن أكبرهم على الإطلاق رضي الله عنهم، وهو أصغر ولد أبيه طالب ابن عبد المطلب أحد سادات قريش والمسؤول عن السقاية فيها. يرجع نسبه إلى نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم، وأمه فاطمة بنت أسد ابن هشام ابن هاشم ابن عبد مناف، ووالده قد تكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي والده وجده عبد المطلب، فتربى ونشأ في بيتهما. لا يعرف يقينا متى ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن بحسب بعض المصادر فإنه ولد بمكة يوم الجمعة 13 من رجب بعد 30 عاما من عام الفيل. هو أصغر أبناء أبيه أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد سادات قريش والمسؤول عن السقاية فيها. وتكفل النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بعد أن أصابت قريش في إحدى السنوات أزمة شديدة تضرر الناس بسببها، وكان أبو طالب كثير الأولاد، فأتاه النبي مع العباس ليكفل كل منهما أحد أبنائه فيخففا عنه ضيقه، فكفل العباس جعفر وكفل النبي عليا، وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له أينما ذهب، فكان يذهب معه إلى غار حراء للتعبد والصلاة، كما يذكر أنه كان قبل الإسلام حنفيا لم يسجد لصنم قد طيلة حياته. ولهذا يقول المسلمون كرم الله وجهه بعد ذكر اسمه، وقيل لأنه لم ينظر لعورة أحد قط.